الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.